محمد رسموكي، مادة التاريخ، عنوان الوحدة، الأوضاع العامة في العالم الإسلامي خلال القرنين 17 و18. بدون شك عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، تطرقتم خلال الأسدس الأول إلى الفترة الزمنية الممتدة ما بين القرنين 15 و16، فكان الميزة الطاغية هي التوازن ما بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. لكن مع بداية الأسدس الثاني ستعرف أوروبا تحولات عديدة تمظهرت من خلال مجموعة من الثورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية ببروز فلسفة أو فكر الأنوار. ترى ما هي ملامح الأوضاع في العالم الإسلامي خلال هذه الفترة الزمنية، أي القرنين 17 و18؟ هذا التساؤل العريض سنحاول الإجابة عليه أو على جزء منه خلال هذا الدرس. إذن على بركة الله. كتقديم أو في البداية لابد من التذكير والإشارة إلى الأهداف المستهدفة لهذه الوحدة. هناك هدفين تعلميين معرفيين، وهناك أيضا هدف منهجي. أولا لابد من التعرف عن الأوضاع العامة في المغرب خلال القرنين 17 و18 وتفسيرها، ثم تعرف نفس الفترة الزمنية على الأوضاع العامة بالإمبراطورية العثمانية وتفسيرها. ومنهجيا لابد من تنمية قدراتك عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، على استثمار والاشتغال على وثائق في مادة التاريخ. إذن أقترح عليكم كتقديم إشكالي ما يأتي: عرف العالم الإسلامي بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المدروسة مجموعة من التطورات والتحولات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. تساؤلاتنا هي كالآتي: ما هي أبرز هذه التحولات التي عرفها العالم الإسلامي خلال القرنين 17 و18؟ وما هي المعوامل التي ساهمت في ذلك؟ وما هي النتائج المترتبة عنها؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نمر إلى الأنشطة التعلمية الآتية. أول أو المحور الأول: الأوضاع العامة في العالم الأوضاع العامة في المغرب خلال القرنين 17 و18 وتفسيرها. إذن هذا المحور سينقسم إلى قسمين: القسم الأول ورصد الأوضاع العامة في الدولة المغربية، والقسم الثاني من طبيعة الحال هو تفسير هذه الأوضاع. إذن حالة المغرب مع نهاية السعديين، أي بعد وفاة أحمد المنصور، فإليك الوثيقة الآتية: ولما مات المنصور منهم واشتغل أولاده بالحرب على الملك. إذا المنصور هنا المقصود به أحمد المنصور الذهبي، وهو أحد سلاطين الدولة السعدية، توفي سنة 1603، واشتغل أولاده بالحرب على الملك. هنا إشارة قوية جدا إلى صراع الأبناء حول السلطة، صراع الأبناء حول الحكم، لأنه لم يعين وليا للعهد. وأهملوا الثغور، أي أهملوا حماية السواحل الخارجية، والرعية أي داخليا، والجند أي الجهاز العسكري، وصرفوا همتهم في الحروب بينهم إلى أن نفد وسعهم وضعفوا عن سد الطغور وشحنها بالرجال، فقلت جباياتهم أي تراجعت مداخلهم الضريبية، وضاعت عساكرهم أي ضعف جهازهم العسكري بعد موت زيدان منهم، هذا السلطان سعدي أيضا، وأخلد بنوه إلى الراحة وعجزوا، لاحظوا معي الصفة هنا، صفة العجز والتردي، عن مدافعة الثوار القائمين بالأطراف، وقنعوا بكرسي الخلافة بمراكش وما جاورها وقرب منهم، أي أن سلطتهم أصبحت محصورة في مراكش وأحوازها. فتطاولت أيدي رؤساء القبائل
وعمالها إلى الاستبداد على الدولة لمرضها وهرمها، أي إصابة الدولة بالمرض والشيخوخة والتردي أو تردي أوضاعه. وشاركهم من له شوكة قوية. إذن كخلاصة أو كاستنتاجات من خلال الوثيقة نرصد الحالة المتأزية التي كانت تعيشها الدولة المغربية بعد وفاة السلطان أحمد المنصور الدهمي. هذه الحالة سنرصدها انطلاقا من المجالات الآتية. إذن المجال السياسي، هناك صراع بين الأبناء حول الحكم، واشتغل أولاده بالحرب على الملك. السبب قلنا أو التفسير هو عدم تعيين ولي للعهد، ثم الرغبة، رغبة السلاطين في الحكم أو كرسي الحكم، ناهيك عن تفكك الدولة أو تقزم سلطتها وتمزقها إلى إمارات. ففي هذه الفترة ستظهر قيادات وزعامات محلية تمثلت في إمارة من طبيعة الحال العلويين بسجن ماسا، إمارة الخضر غيلان بالشمال، الزاوية الدلائية من طبيعة الحال بمنطقة تادلة، وإمارة المجاهد العياشي قرب سلام منطقة الغرب. ناهيك عن الدور الذي ستلعبه الزوايا في هذه الفترة، حيث انحرفت من الوظيفة الاجتماعية والدينية، أي التأطير الديني للسكان والتحكيم بين القبائل، إلى التدخل في شؤون السياسة في هذه الفترة. على المستوى الاقتصادي هناك تراجع المداخيل، إشارة في الوثيقة إلى قلة جبايتهم، أي تراجع مداخيل الضرائب وارتفاع الأسعار، مما ستترتب عنه نقص في المواد المعروضة في الأسواق أو نقص في المؤونة. أكيد الوضعية الاقتصادية والسياسية لها انعكاسات على الوضعية الاجتماعية، تمثل ذلك في استبداد الزعامات المحلية ورؤساء وشيوخ القبائل، توالي انتشار الأوبئة وسنوات القحط والجفاف التي مر منها المغرب في هذه الفترة، وترتب عن ذلك هلاك عدد كبير من الساكنة. أكيد عسكريا تعرفون بأن في هذه الفترة أيضا كان الجهاز العسكري متردي ومتدور، حيث سيتدخل هو الآخر في الشؤون السياسية الداخلية ويترك مهامه الأساسية، وهي حماية الثغور والدفاع من طبيعة الحال على الهجمات والأطماع الخارجية. إذن من خلال تطرقنا لهذه الوضعية المتأزمة، ماذا سيقع؟ في هذه الفترة عزيزي التلميذ، عزتي التلميذة، ستنمو وتتصاعد قوة جديدة هي القوة العلوية. ترى ما هي الأسس التي بنيت عليها الدولة العلوية؟ إذن الدولة العلوية في هذه الفترة ستنبني على عدة أسس. سنجيب على هذا السؤال. أمامكم الوثيقة الآتية وهي خريطة، فالعنوان يشير إلى موقع سجل ماسا بالنسبة للطرق التجارية. إذن من خلال النقطة الحمراء الموجودة على الخريطة، موقع سجل ماسا موجودة في تلاقي الخطوط، هنا تشير في المفتاح إلى الطرق الرئيسية للتجارة الصحراوية، إذن في تلاقي الطرق التجارية الصحراوية، وبالتالي أصبحت مركزا تجاريا مهما. هذا المركز سيخول للدولة العلوية مداخل اقتصادية مهمة. إذن أول أساس، أسس بناء الدولة أو قيام الدولة العلوية، إذن أول أساس تمثل في الموقع الاستراتيجي لمنطقة سجل ماسا. أين تتمثل هذا الموقع الاستراتيجي؟ يتمثل في التواجد في مركز تجاري، وبالتالي مداخيل كبيرة ستحققها اقتصاديا منطقة سجل ماسا، تمثلت في ضريبة المرور، إذن مجموعة من الإتاوات والضرائب التي تؤديها القوافل التي تمر من هذا الموقع. إذن الأساس الثاني الذي ستبنى عليه الدولة العلوية يرجع إلى ما
يسمى بالنسب الشريف، فانطلاقا من رصد شجرة الدولة العلوية فهي ترجع بالأساس إلى مولاي علي الشريف. وهذا مولاي علي الشريف هو أحد من طبيعة الحال الشرفاء القادمين من منطقة الحجاز، وبالتالي إذا تتبعنا كما قلت فلها اتصال بالبيت النبوي الشريف. إذن هذا النسب الشريف سيخول الدولة العلوية التفاف وحب المغاربة حولها ومبايعتها على الجهاد والدودي عن الحدود والثغور المغربية. إذن كخلاصة لهذه الفقرة، هناك أساسين من طبيعة الحال بنيت عليهم الدولة العلوية. الأساس الأول تمثل في دور النسب الشريف، والأساس الثاني تمثل في أهمية الموقع الاستراتيجي. إذن نمر إلى النشاط الثالث. الوثيقة أمامنا، سأقرأ وأشرح في نفس الوقت. إذن الوثيقة هنا مقتطف من كتاب نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي لصاحبه محمد الفراني. ولم يزل مولى محمد مقتصر، إذا المولى محمد أحد أبناء مولاي الشريف، مقتصرا على ما صفى له من درعا وسجل ماسا ونواحيها، إلى أن تار عليه أخوه مولانا الرشيد. إذا الأخ ديالو مولى الرشيد كان طامعا هو الآخر في الحكم، إذا صراع بين الأخوين حول الحكم بعرب أنجاد. بعد أن كانت تحت طاعته وفي خدمته فوقع بينهما ما أوجد البغضاء، أي الصراع فيما بينهم حول الحكم، إلى أن فر المولى الرشيد منه خوفا وبالضبط إلى قصبة يهودي ببني يزناسن، جبال بني يزناسن قرب وجدة. ولم يزل المولى الرشيد يجول في البلدان طامعا في اقتناس الملك. إذن هنا الأمر سيستتب في نهاية الأمر إلى المولى الرشيد بعد القضاء على أخي المولى محمد. هنا نقاط للحذف من طبيعة الحال. ولم يزل رحمه الله المولى إسماعيل، إذن بعد المولى الرشيد سيأتي المولى إسماعيل، في مقاتلة العادين من الثوار والعاصين من القبائل. إذن هنا يتبين أن سياسة المولى إسماعيل بنيت على القضاء على المتمردين والثوار وتهدئة الأوضاع والقبائل والعاصين أوامر الدولة، إلى أن دوخ بلاد المغرب كلها وطوعها وعرها وسهلها، أي المناطق الوعرة والمناطق السهلة، واستولى على تخوم السودان، أي وسع سلطته جغرافيا وبلغ فيها ما وراء النيل وانتشرت دولته من عماير السودان وامتدت مملكته من جهة الشرق على نواحي تلمسان. إذن كاستنتاج هنا أكيد أن السلاطين الأوائل لعبوا دورا كبيرا في قيام الدولة العلوية. ونميز بين ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المولى محمد، ثم مرحلة المولى الرشيد، ثم مرحلة المولى إسماعيل. إذن ففي عهد المولى محمد كانت سياسته مبنية بطبيعة الحال على تأسيس وبناء الدولة. في عهد المولى الرشيد من طبيعة الحال ركز بشكل قوي على توحيد البلاد، بعدما استتب له الأمر فهو ركز على لماذا توحيد البلاد. كلمة توحيد فهي تشير إلى الوضعية التي رأينا سابقا، وهي وضعية التفكك والتشرذم التي عاشها المغرب في العهد السعدي. هذا التفكك من خلال وجود قوى محلية وإمارات أشرت إليها سابقا. إذن فعاد المولى الرشيد القضاء على هذه السلطة المحلية وإعادة توحيد من طبيعة الحال خريطة المغرب. بعدما استتب الأمر إلى المولى إسماعيل فسياسته بنيت على تقوية هياكل وأجهزة الدولة العلوية، هنا على المستوى الإداري من طبيعة الحال وأيضا على المستوى العسكري، وتمثل ذلك في تأسيس جيش قوي، جيش قوي سيسمى بعبيد البخاري أو
الاسم الثاني البواخر، وسمي بهذا الاسم لأنه كان يؤدي اليمين أو القسم على صحيح البخاري. إذن هذه السلاطين الثلاث في البداية أو السلاطين الأوائل ساهموا بشكل قوي في بناء وتوطيد سلطة الدولة المغربية، ومنه نخلص إلى النقاط الثلاث الرئيسية. فالأولى تتحدث عن كيف سيتمكن المولى الرشيد من القضاء على أخي محمد. النقطة الثانية المولى إسماعيل وتقوية سلطة الدولة من خلال جيش عبيد البخاري. لكن بوفاة هذا السلطان القوي التاريخ سيعيد نفسه مرة أخرى كما رأينا عند أحمد المنصور الذهبي. هنا أزمة الثلاثين سنة ستستمر ما بين 1727-1750، حيث أيضا ستظهر انزياحات لجيش عبيد البخاري والتدخل في الشؤون السياسية ناهيك كما قلت عن الغضب الطبيعي المتمثل في توالي سنوات الجفاف والقحط والمجاعات والأوبئة. إذن هذه الوضعية بالنسبة للدولة المغربية. ترى ما هي وضعية الدولة العثمانية؟ وهذا طبعا الحال موضوعنا من خلال المحور الثاني. إذن رصد مظاهر الدولة العثمانية خلال القرنين 17 و18 وأيضا العوامل المفسرة لها من خلال الوثيقة الآتية. تراجع التجارة العثمانية. إذن لاحظوا معي هناك فعلين باللون الأحمر بينما كانت ثم أصبحت، هذا يحيلنا على تحول. لكن ما هو موضوع هذا التحول؟ بينما كانت فيما سبق بضائع الهند والسند والصين تصل حسب العادة إلى السويس ويوزعها المسلمون، إذن سيطرة إسلامية، أصبحت هذه البضائع تحمل اليوم على مراكب برتغالية وهولندية وإنجليزية، إذن جنسية المراكب أوروبية. وبالتالي فمن خلال رصد مظهر التحول هنا تجاوز الوساطة وتراجع سيطرة الإمبراطورية العثمانية على تجارة الشرق الأقصى لصالح الدول الأوروبية. ماذا ترتب عن ذلك؟ إذن أولاً تراجع التجارة العثمانية، تقلص موارد الدولة أو مداخل الدولة وسيخلق أزمة اقتصادية داخلية وعجز عن أداء مصاريف جيش الانكشارية، ثم تضرر مختلف الحرف بفعل إغراق السوق العثماني بالسلع الأجنبية والأزمة المالية الخانقة المترتبة عن التفاوت أو التباين ما بين السنة المالية للمصاريف والسنة المالية للمداخل أو ما كان يعرف تاريخيا بسنة السويش أو السنة المزدلفة. إذن بعد التعريف أو التعرف على المظاهر ورصدها لا بد من تفسير هذه المظاهر. هي نفس التفسيرات التي أعطيت سابقا من خلال سيطرة الأوروبيين على التجارة وتوقف المداخل الفتوحات ثم الخلل بين توقيت مداخل خزينة الدولة ومصاريفها. إذن بعد تطرقنا للوضع الاقتصادي لا بد من المرور ولو بعجالة على الوضع العسكري والوضع السياسي. إذن الوضع العسكري كان جيش الانكشارية من طبيعة الحال في فترة قوة الدولة مركزيا فكان يشكل الأداة التي بنيت عليها الدولة، لكن بعد ضعفها سيتحول إلى أداة انهيارها وأداة لتردي الأوضاع، فتحول دوره من الوظيفة حماية الدولة وحماية الحدود إلى وظيفة التدخل في السلطة. ونفس الشيء بالنسبة للجانب السياسي، فهناك توالي سلاطين ضعاف شخصية وغياب كاريزما السلطان. إذن كخلاصة لهذا المحور أو هذه الفقرة أو النشاط، مظاهر تأزم الميدان السياسي والعسكري، ضعف الجهاز العسكري بسبب تمرد جيش انكشارية الذي أصبح يتدخل في الشؤون السياسية، العزل والاغتيال، وكذلك الهزائم المتعددة أمام روسيا وأمام النمسا، تدهور جهازين الإداري والسياسي بفعل ضعف شخصية السلاطين، انشغالهم عن تدبير شؤون البلاد وانغماسهم في حياة الطرف ومتاهات من طبيعة الحال حريمي القصر. النتائج التي ترتبت عن هذه الوضعية المتدورة، أكيد هناك نتائج وخيمة ارتبطت
من خلال الخريطة التي أمامنا بما يسمى المجال الجغرافي للإمبراطورية. إذن الإمبراطورية العثمانية في خلال الفترة المدروسة، لاحظوا معي الخط المتقطع بالأحمر لامتداد الإمبراطورية خلال مرحلة القوة القرن السادس عشر، هناك فقدان مجموعة من الأراضي باللون البني واللون الأخضر واللون البنفسجي. إذن كاستنتاج أو كنتيجة ترتبت هو تقزم الخريطة أو فقدان مجموعة من الأطراف أو مجموعة من المناطق لصالح دول منافسة. إذن هذا ما ستشير إليه الحصيلة أو الخلاصات الآتية: تراجع مساحة الإمبراطورية العثمانية وفقدانها مجموعة من المناطق، ثم توالي المعارك على الإمبراطورية أو الدولة العثمانية وهزيمة جيش الإنكشارية. أكيد ترتب عن ذلك توقيع مجموعة من المعاهدات منحت الأوروبيين امتيازات كبيرة جدا لصالح الدول الأوروبية، وفقدان أجزاء هامة من تراب الدولة العثمانية. ماذا عن أو كنتيجة ثانية أخرى أيضا ترتبت، وهو ظهور مجموعة من الحركات التي تطالب بالانفصال في المشرق العربي، ولعل الجدول أمامنا يعطينا أمثلة عن أو نماذج عن هذه الحركات، كحركة فخر الدين بالشام، وحركة الشيخ داهر العمر بفلسطين، وحركة علي بك الكبير بمصر. إذن هذه الحركات طالبت بالاستقلال أو الانفصال عن السلطة المركزية العثمانية. بالنسبة لإيالات شمال إفريقيا سأمر بسرعة، طبيعة الحال أمامك ثلاث وثائق لكل إيالة على حدة. إذن الخلاصات من خلال هذه الوثائق الثلاث: ففي الجزائر استقلت الإيالة الجزائرية عن سلطة الباب العالي، حيث قامت دايات، وهذا لقب يطلق على حكام الجزائر، بعقد معاهدات واتفاقيات مباشرة مع الدول الأوروبية. إذن هنا رفض الاعتراف بالمعاهدات التي كان يوقعها الباب العالي أو السلطان، ثم التعامل مباشرة مع الأوروبيين. إذن هناك تعامل صوري فقط في فترة ضعف السلطة المركزية العثمانية. تونس أيضا تغولت وتزايدت سلطة البايات وأصبحت لهم إمكانات اقتصادية وعسكرية كبيرة. أما بليبيا فتدخل جيش انكشارية في الصراع حول السلطة من خلال التعيين والعزل، حتى آل الحكم في نهاية الأمر للأسرة القرملية. كاستنتاج، فإيالات شمال إفريقيا كانت علاقتها بالسلطة المركزية فيها مد وجزر، ففي فترة القوة كان هناك اعتراف من طبيعة الحال وتبعية تامة، وفي فترة ضعف السلطة المركزية العثمانية هناك من طبيعة الحال تبعية إسمية وصورية فقط. إذن على العموم لنختم هذا الدرس بالخلاصة الآتية: إذن سنحاول أن نجرد أو سنحاول بسط الدرس في شكل خطاطة سريعة. إذن البداية أو الموضوع كان هو الأوضاع العامة. إذن بالنسبة لشقين أو محورين: المحور الأول الدولة المغربية، المحور الثاني الدولة العثمانية. إذن قمنا برصد مظاهر تظهر بعد أحمد المنصور، ثالثها قيام دولة جديدة، قيام الدولة العلوية، وأخيرا من طبيعة الحال تطرقنا إلى الأسس التي بنيت عليها، أسس التي بنيت عليها الدولة العلوية. بالنسبة للمحور الثاني تطرقنا إلى مظاهر التظهر، ثم فسرنا تفسير الوضعية المتدهورة، ثم ختمنا النشاط أو المحور بالإشارة إلى النتائج المترتبة عن ذلك. إذن نعود إلى نقطة البداية. ففي الوقت الذي قلنا أن أوروبا كانت تتجه نحو ترسيخ الحداثة من خلال مجموعة من التحولات الإيجابية في مختلف الميادين،
نلاحظ بأن الوضعية في العالم الإسلامي من خلال المثالين أمامنا، الدولة المغربية والدولة العلوية، كانت الأوضاع تعيش تدهورا وفي انحدار، وبالتالي اختلال كفتي الميزان ما بين الضفة الشمالية للأبيض المتوسط والضفة الجنوبية والشرقية بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط. ترى هذه الوضعية، ما أمام هذه الوضعية، ما هي ردود فعل العالم الإسلامي خلال القرنين 17 و18؟ إذن كخاتمة نختم بها عزيزي التلميذ، هذا الدرس هو أن في الوقت الذي كانت أوروبا تتجه نحو ترسيخ الحداثة، كانت وضعية الدولة المغربية في الدولة المغربية والدولة العثمانية في انحدار وتردي، مما أجبرهما على القيام بمحاولات إصلاحية لإنقاذ الوضع. نقطة نهاية الدرس، ولكن أقترح عليكم نشاطا تقويميا كالآتي. إذا أمامك عزيزي التلميذ مجموعة من التعليمات. أولاً، في منزلك قم بكتابة فقرة مركزة تبرز فيها مظاهر الدولة السعودية بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي والأسس التي قامت عليها الدولة العلوية. ثم كنشاط ثاني أو كتعليمة ثانية، يمكنك تعبئة الجدول أمامك من خلال القيام بمقارنة بين الأوضاع العسكرية والاقتصادية في كل من الإمبراطورية العثمانية والدولة المغربية.